مرة ربنا يسوع حكى لنا حكاية جميلة عن 2 اخوات، باباهم راجل طيب وعنده جنينة كبيرة قوي، والمفروض هم يساعدوه في الجنينة. جه الاولاني قال له: حبيبي ممكن تيجي تساعدني النهاردة؟ فالولد الاولاني قال له: ايه، انا مش عاوز يا بابا اشتغل النهاردة. فبابا سكت. راح للولد التاني وقال له: حبيبي ممكن تساعدني النهاردة؟ قال له: حاضر يا بابا على طول. تعال نشوف ايه اللي حصل. الولد اللي قال له: لا يا بابا مش عاوز اشتغل، بص كده وقال: بقى بابا بيتعب معايا كل الايام وبيعمل لي كل حاجة حلوة وانا اقول له لا، ما يصحش ابدا، انا هقوم اشتغل. وراح على الجنينة، وبابا فوجئ ان هو بيشتغل. عارفين الولد التاني عمل ايه؟ الولد التاني بعد ما قال له حاضر يا بابا على طول، قعد مكانه ونام وما راحش يشتغل. تفتكروا مين فيهم اللي في الاخر يبقى سمع الكلام؟ يا ترى اللي قال حاضر وما راحش، ولا اللي قال مش عاوز وراح؟ في ناس في الاول تبقى مش عاوزة تسمع الكلام، وبعدين ضميرها كده يوجعها وقلبها يقعد كده ايه يقول لها: ما يصحش، ده ربنا عمل لنا حاجات كتيرة حلوة، لازم نسمع كلامه. فبعد ما في الاول يقولوا مش هنسمع الكلام، يقوموا يسمعوا الكلام. وفي ناس تقول حاضر لكن متعملش حاجة. مين يفرح ربنا اكتر؟ مش اللي يقول حاضر بس، لا، اللي يقول حاضر ويسمع الكلام على طول. كان زمان في اليهود يقولوا ربنا حاضر لكن ما يعملوش حاجة ابدا، وكان في ناس ما يعرفوش ربنا خالص، كأنهم قالوا لا وما سمعوش الكلام، انما بعد شوية بقوا يسمعوا كلام ربنا اكتر. ربنا يحب اللي يسمع الكلام فعلا، مش اللي يقول حاضر وما يسمعش الكلام. يا ترى احنا من انهي نوع؟ احنا نقول حاضر ونفضل نايمين، ولا احنا بجد بنسمع الكلام ونفرح ربنا؟